منذ 50 عاما تقريبا تربض يونغالا بهدوء تام في قاع البحر، إلى أن اكتشف صياد بقاياها في العام 1958 على بعد عدة كيلومترات جنوب شرق تاونسفيل. إنها في العمق، سأغوص 30 متراً للوصول إليها. آمل أن أجد بعض الأدلة التي ستخبرني بما حدث. الحيد المرجاني العظيم ينطوي على هذا الخطر الجذاب الذي يحاول خداعك في كل مكان. خلال الهبوط عبر كل هذا اللون الأزرق ترى فجأة هذا القوس الرائع يظهر من داخل الظلام. عندما تنظر إلى السفينة ككل فستبدو وكأنها غرقت برفق فعلاً في قاع هذا البحر، ثم انقلبت إلى جانب واحد، ويمكنك أن تنظر من خلال الهيكل المتداعي، وهناك بالفعل حمام محفوظ في حالة ممتازة. عندما تشاهد هذا الهيكل البالغ طوله 100 متر في وضع سليم متموضعاً في قاع البحر، ترى أنه لا يوجد ضرر أو تآكل بأي شكل. في الواقع لا يوجد الكثير من الأدلة على اصطدامها بصخرة أو شعاب مرجانية، لكنني وجدت شيئاً غريباً بالقرب من القوس وهو غامض نوعاً ما. هناك التواء كبير يمتد من منتصف الهيكل وصولاً إلى سطحها، لابد أنه حدث بفعل قوة هائلة. أردت حقاً معرفة سبب ذلك الالتواء. اتضح أن الحطام تم مسحه ضوئياً مرتين في الفترة الماضية. فكرت بإلقاء نظرة على المسوح لأرى ما الذي يمكن أن تظهره لي، ولم أتمكن من رؤيته أثناء الغوص. عندما تنظر إلى المسح الأحدث يبدو وكأن بإمكانك تجفيف البحر وكشف الحطام وإعادته كما كان في العام 2011. يظهر القوس، والمسح يجعله يبدو أكثر وضوحاً مما يمكن أن تراه في أي غطسة تغطسها، ويظهر الالتواء في الهيكل. لكن عندما رأت مادي المسح السابق من العام 2004، إنه يحوي شيئاً غريباً حقاً. جسم السفينة لم يكن مثنياً، وبطريقة ما فهو في وضع مختلف في قاع البحر مقارنة بالمكان الذي كان فيه في العام 2011. الضرر الذي رأيته أثناء غطستي لا يمكن أن يكون له علاقة بغرق يونغالا، لكن حدث شيء عنيف حقاً بين عامي 2004 و2011. شيء عنيف بما يكفي لثني الهيكل وتحريك السفينة وهي في قاع البحر.